اللهم إني مؤمن أنه إذا اجتمعت الدنيا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبته لي، ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبته لي. ربي إن في قلبي حاجات كثيرة لا أستطيع البوح بها لأحد سواك، أنت تعلم سري وما يضمره قلبي. ربي بكلمة كن منك تسعد حياتي. ربي قل لأمنياتي. السلام عليكم بنات. السلام عليكم ميمات، كيف لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا في صحة جيدة يا ربي، مع فيديو جديد إن شاء الله، كونوا طاقة إيجابية. المهم واحد القضية بغيت نقول لكم، رديت معكم فيديو قبيلة أختي الحداقة والشقة وهذا. دابا إن شاء الله البنات جات عندي واحد الضيفة راكم غتعرفوها، والناس اللي قدام معايا في القناة، الناس اللي قدام في القناة دابا راه شي عام ونص تقريبا. فاطمة السوسية. السلام عليكم متابعين. السلام عليكم متابعين ديال دنيا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. المهم جيت عند أختي دوليا اليوم، شحال هادي؟ شي عام ونص. عام ونص دابا نعاود لكم علاش. المهم انت تهضرت سلمي لي. شي عام ونص مع الظروف ديالي اللي ما خلانيش نحسن عوان، دوزت أصعب الظروف في حياتي، حتى وحده ما غاديش تصبر ليها، راه الدنيا غتهضر. الله يصبرك يا ربي. المهم بنات فاطمه السوسيه كنت كنعرفها شحال هادي، المهم تعرفت عليها وصراحه انسانه ظريفه وبنت الناس، وما عمري شفنا شي حاجه ديال تلعب. فقط البنات كنوقعوا لي شي مشاكل فين قطعت معها كل شيء، وتا هي منهم راه تشوف، راه باش ما تكونش منافقه ولا شي حاجه، جيتها الصراحه هي ما دارت لي والو، ولكن انا قلت لها انت قطعت معاك اين فوق علي دوك المشاكل. فبقيت كنجاوب حتى واحد منهم فاطمه، ما بقيتش كنجاوبها واحد الايام. ولكن البنت صراحه ملي هضرت معاها وهذا في لقيتها مسكينه، هي راه ما عليها والو، حتى هي راه مسكينه يهبوها ليا بحالي بحال دنيا. نيه نيه وحده، نيه حتى هي غير اجيبها فم وقول. فانا عزيز عليا بحال هاد الناس لانهم كيشبهوا ليا، وفاطمه كنشوفها راسي انها غير نيه. فقلت لها شوفي، قلت لها ما درتي لي والو، مرحبا بك عندي في اي وقت. قلت لها سمحي لي واحد الوقت. بارك الله فيك اختي. واحد الوقت ما كنتش كنبغي نجاوبها وهذا، ولكن انا غتعذرني لظروفي ماشي لخاطري. مسكينه هذاك المكان. قلت لها جي مرحبا بك عندي، قالت لي بغيت نجي نبارك لك مياتك. قلت لها جي مرحبا بك، قالت لك بغيت نجي نعرف كاش وقع ليا. قلت لها اش وقع لك الصقعه؟ قالت لي غير نجي عندك. قالت لي راني موعده راسك كنجيب لك واحد الكادو. لا يوريك اشنو وقع ليا. شنو باش تمشي الكادو شنو ندير لك؟ نعطيك العصا؟ شوفوا ما تفرجش فيها، تستاهلي تستاهلي. الله العظيم دائما انا واخا عندي المشاكل، عندي الظروف ديالي، دائما كنتفرج فيها. قالت لي مسكينه فرحت باش تكملي ميسكه، قالت كنغوت بالفرحه. قالت وانا نقول وعد لنفسي غادي نمشي ندير غندير الكادو ديال ميسكه. والله العظيم حيت كنت انا دار خالي مع مات واحد خالي، الله يرحمه ياسر ربي يجعل مات الجنه ياسر ربي رزقني الجنه في الفردوس، يرحم جميع اموال المسلمين. وصافي شي تقريبا شي 20 يوم هادي مشمل، وصافي بقيت عند الدار خالي، قلت غنمشي عند الدنيا. كنت نيت ناويه نجي عندك من رحمه، حيت انا ساكنه في رحمه. مسكينه دائما كنعيط ليها كنقول لها نجي نجي. وملي وقع لي داك المشكل قالت لي جي بركي عندي، جي جي لا والله الا جي عندي. والله العظيم قالت لي جي جي مرحبا بك، جي هنايا قلبي على الكراره، الكراره تماك في الرحمه راه رخيص. يعني كاينين فيه البروجيات زوينين ان شاء الله، كاين هادشي عندي ان شاء الله بحول الله. حتى فاطمه ما تعودتش على شي ظروف صعاب، عرفتي عاودت لي حياني الله لا يوريكم هادشي الظروف. دخلوا عندي دخلوا عندي باش كتعجبني، واخا واقع على الظروف الضحك الضحك حتى لهنا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا واحد واخا وقع لي وقع للناس الضحكه والطاقه الايجابيه، لان راه يا جينا تبعوا المشكله ما غاديش يسالي والله العظيم. ولكن الحمد لله في القناه ديفو تعاودي ان شاء الله نعاودو من عندك. تعاودي عندي عادي لهم. شوف داكشي اختصار باش ما يجيش الطبيب غتعاودي لكم مثلا مسكينه اش وقع ليها، عرفتي اثرات فيا، وانت تبغى تكون لكم عبره، ما تبقاوش تثقوا بزاف، راه الثقه الزايده راه خايبه. ويلي عاودي لهم فاطمه ما تحشمش وخذي راحتك. شوفي والله لا حيت ما كنتش انا غنعاودها، ولكن غنعاود عمل القناه. عاودي ماشي مشكل، شوفي انا انت اختي وما كنخزع تبيعي انت شي حاجه عادي. بارك الله فيك الله يهديك. يلاه عاودي الوقت اخوتي المتابعين ديال دنيا، شنو وقع ليا؟ لا اله الا محمد رسول الله. ما هاد الظروف اللي اصعب ظروف كنت دوزتها في حياتي، ما عمرني تخيل واش غندوزها. عاودتها لي بديت كنبكي على ديك الله العظيم. الله العظيم مشيت عاد كنت مزوجه واحد الراجل تقريبا شي 3 سنين، وانا صابره معاه هو كيكذب عليا،
هو من البدايه ديال الزواج ديالو هو شفت معايا الكذوب وطرح حراميات الكذوب راني دفعت هنا راني تهدد هنا راني درت هنا قطعتك السفرية البنات الزوج ديالها كان موعدها انه غادي ياخذ لها دار قال انا راه قال انا 40 عام وانا كنخدم وجامع الفلوس وقالت بغيت نخرج من ديور الكرا ما نبقاش غير في الكرا في الكرا ما تكون بقى كيطمعني شحال تجي زوجها ثلاث سنين ديال زوج البنات قالت ديك ثلاث سنين كلها هو الكذوب غير ضيعت ثلاث سنين غير ضيعتهم ضيعاتها ما ربحات وليدات ما ربحات دار ولكن الحمد لله ربي جازاها في الاخر عاود ليكم كيفاش ربي جازاها ربي جازاني شوف قال لك وعلى نياتكم ترزقون وبرضات الوالدين ديالي حيت انايا مرضيه الوالدين ما ملي مرضي الوالدين ما عمره ربي غيخيبوا الدنيا الحمد لله المهم قال لكم الحمد لله داك الشيء اللي المكاتب ديال الله سبحانه وتعالى المهم ملي البدايه ديال الزواج كيكذب عليا انا ما عقت بيه كنقول لا غير قال لي انا دفعت بوز الكره في واحد الدار قبل ما نتزوج بيه قال لي راه جاب لي واحد الورقه زورها يعني زورها عند النوطير ولا ما عرفنا زورها وهذه قال لي راه هذا راه واحد ست شهور يعطونا بالساروت وهذا وانا تبعتو في الكتب ديالو مشيت معاه في الطريق انا على النيه ديالي حيت انا النيه وحده زيد 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 زيد, زيد. زوجنا كنقلبوا على الكرا نقلبوا بحال ما لقينا داك الكرا اللي كنت كاريه راه صورت معاكم الفيديوهات راه شفتو معاكم الفيديوهات ايوا صافي قال لي راه عندي الدار غنتصل معاكم حتى شي نهار اخر عاود ثاني شي مشكل عاود ليهم بلا ما نطول معاكم الفيديو المهم تزوجنا درنا العرس المهم زيد وصافي دوزت واحد 3 سنين هكاك معاه وقال لي غنشري لك الدار حيت انت صابره معايا شي حوايج ما خصنيش نعاودها لكم شي حوايج شخصيين بينه وبينه انا سترتو بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا انا غنعاود لكم غير على الكذوب وقال لي غنشري لك الدار عندي الفلوس عندي هذا قلت ليه انا ما انا ما ديتك على قبل الطمع انايا من نهار الاول انا ما طمعاش انت اللي جيتي قال لي لا راه اللي خصك تيقني اللي قلت لك خاصك ديري قلت لي صافي ماشي مشكله ولد الناس عيد الوالديه قال لي راه هادي ما بغاش تيقني ما بغاش دير لي ما بغاش قال لي والديه لا خاصك اللي قال لك ديري قلت لي انا كندير وهزيتو في المرض وهزيتو في اي حاجه انا ما عمرني تقليت عليه وما عمرني غدرتو صافي من نهار قال لي مشينا نشوفو الدار مشينا شفنا واحد الدار بروجي في الرحمه داك ادالو صراحه راه صورت لك لكم الديور راه عندي دوك الديور في القناه ديالي ايوا المهم المتابعين ديال دنيا مشيت تقت فيه ودفعت داكشي اللي عندي المهم جمعت شويه واحد البركه المشكله اللي بقى فيا الحال هي مسكينه جمعت شي فليسات ديالها هو ما عنده والو دابا هو في هادشي كامل كنا في الخزن ما عنده حتى شي حاجه كيقول راه عندي فلوس نهار اللي غادي نلقاو شي دار غندفع هي مسكينه قالت خزنه واحد البركه المهم جامعه لدوير الزمان ملي مشاو لديك ديور الاندلس الاقامات وداكشي داك الفلوس اللي عندها هي عطاتهم هي صبقاتهم هي ما عنده والو في الاخر غادي تكتشف ان كل شيء كذوب حيت ديك ديال الدار صافي داك صافي شراو الناس سكنوا داك غيزيدون صافي دفعت تقريبا واحد البركه قليله ماشي كثيره المهم ولكن شي ستره ديال تقريبا مليون ونص هكاك وعمرت الدوسي ب 2000 درهم فلوسي قال لي خذي من عندك حتى نخرج الفلوس في الكونت ديالي هو ما عنده والو غير بغى يشدني بهاد الكذوب ديالو تاع حراميات المهم مشيت داكشي على النيه ديالي درت داكشي المهم عمر داك الدوسي ودرناه هنا وداروا معانا داك الشركه اندلس داروا معانا تقريبا واحد السيمانه هكا نفيرسي لهم فلوس في الكون قالت لك بنهار الجمعه عطاوها نهار الجمعه خاص الفلوس يكونوا اخر اجل هو نهار الجمعه كيعيطوا لي من الاداره مدام فاطمه خاصك راه هاد الفاطمه راه بلونسات راه في خطر راه غتباع راه غير انت وزهر صافي المهم نهار الجمعه وقعت كارثة يا المتابعين كارثة هرب وخلاها هرب وخلاني صافي فقنا داك الصباح قال لي سيري جيبي الخبز باش نفطر باش نمشيو ديال هو داك عندك داك الكانر ديال انك سيري جيبي الخبز ملي مشيت نجيب الخبز على النية ديالي لقيتو ما كاينش يلا صافي كان بكي كان نقول يا ربي ديال شتا ولا الخير دائما كنموت كنصلي صلاة الاستخارة وكنقرا كنقول ان الله يمهل كنقول ان الله يمهل ولا يهمل ان الله يمهل ولا يهمل ربي جا من جهتي الحمد لله كنحس انا ديك الايامات كله كان يبكي وما مرتاحاش وهذا وما كناكل ما كنعس ما صافي هو غير مقابلني وحتى هو ما كينعس هو وحتى هو حس براسو واش انا المهم غير غنتفق معاه صافي المهم نهار الجمعه وقعت الواقعه صافي قال لي ما عندي والو سهر عرفتو واش دابا هو قال ليها هذاك الشيء اللي قال لي كنت بوعد كبير غير كذوب قال لها غير باش ما
باش ما تمشيش بحالك، لان انا كنكذب عليك من نهار اللي بديت معاك هذه العلاقه وانا راه كنكذب عليك. زعما اش غنقول لكم حسبي الله ونعم. وراجل كبير كون غير قلتي زعما شي شاب كون عنده 56 عام اللي عنده، انا راه باقا صغيره قلتي زعما زعما خديتو كبير. اللي كيقول لي علاش خديتي لي المهم ارزق داكشي المهم ما كاتب ارزق ماشي كبير ولا صغير، خاص يكون غير يكون هو ما يكذبش عليا ولد الناس، يكون معقول، يكون ما يكونش والله عاطي معايا الطريق ديال الله. هذه قضاء ابيض وظريفه والله الا ظريفه، ماشي كنشكر لكم حيت كنعرفها عمرني سمعت لها كلام العيب، عمرني سمعتها كتعايرني، عمرني سمعت عليها شي حاجه ولا قالت فيا مسكينه. عرفتي كتصيفط ليا عام دابا ما غاديش نكذب عليكم، انا اللي مابقيتش جاوبتها علاش؟ قال لك حوته كتخنز شويه ولا خايفه من كل شيء. حيت بنادم ملي كتمشي عندك يرحب بيك دخلك لدارك وهذا، علاش اختي علاش ندير فيها نهضر فيه ولا لا؟ حنا ماشي من حنا راه شلوح دايرين هكا، انا شلحه شوف شلوحه شلوح اغارس 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 ما عندناش ودا نحي اللي غير كد ولا غير كد لا راح ديرك. ها انتم البنات المهم تشوفوا لهم شي فيديو عندك في القناه ونكملوا القصه باش ما يجيكم تبعت الفيديو هنا طويل. راه القناه ديال اختي فاطمه السوسيه راه غنحطهم لكم في اول تعليق، وقول لهم سميت القناه ديالك يوميات فاطمه السوسيه. راه يوميات فاطمه السوسيه نسيت همين ساكيه راه انا بحالك راه انا المتتبعات هما اللي كيخليني نرجع الطاقه وي المشاكل غاديش يساليو. وشوفوا البنات ربي كبير راه صدقتي واخده الدار صدقات واخده الدار البنات باش تعرفوا ان ربي كبير. شوفوا هو المهم تنكمل لكم في القناه ديالي في القناه وغتعرفوا كيفاش خدات الدار. شوفوا هو في الاول كان بغى غير يضحك عليها، انا ما عندي والو ما عندها حتى درهم، جمعت غير 1.5 مليون هو اللي دفع. عسى ان تحبوا شر انا وشر لكم. الحمد لله هذا الشيء مكتب عليا، الحمد لله رضيت به رضيت به. راه قال لك المثل اللي كيتعجب يتبلى يتبلى. الحمد لله الحمد لله المطلقه راه ماشي شي حاجه خايبه، المطلقه راه كتكون عايشه في العاده كتبغي تفكي كتبدا واحد القضيه المطلقه ما عمر كيقول لي تلاقيت مع واحد البنات والبارح وغاو يطلقوا. هي تقول لي اختي ما كيعرفوش انا عندي قناه، قال لي اختي غادي نطلقوا غادي نخفي من ديك القضيه ديال مطلقه. بالعكس راه مطلقه راه خصك تفتح كيما الكلمه انك عايشه مع راجل ما مرتاحاش معاه مكرفسك مثلا انت ووليداتك كل هذا، فراه غادي تفكي. راه هذه كانت كلمه زوينه بالنسبه لي. حل الزواج حل الطلاق، غير ما تخرجيش الطريق. حنا ماشي كنشجعوا على الطلاق لا كنشجعوا، ولكن الا كنت عايشه في العذاب وفي الرعب في حياتك ويلي فراه كيبقى الحل ان باش دوك الدراري ما يوقعش شي حاجه اللي موت صابر اللي شتي صابر انا صابر على وليداتها انا ما كاين لا ولاد مسكينه هي ما عندهاش باش تبدا تدعي لها ان شاء الله تمشي ولد الناس ان شاء الله. علاش لا ما قصرش على خطاها ان شاء الله. الله هي حلمها كتحمق على وليداتها البنات ويلي حلمها ان شاء الله يكون عندها وليدات ان شاء الله. باش ما نقدرش عليكم نظن عمر شبر الدين ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا حكيتي مولاك الخير والله عمر شبر الدين اتي بارك الله. والله دائما كنتفرج في الفيديو كنقول دنيا دائما انا ملي كدير شي لايف ولا شي فيديو دائما واش ما دنيا بغاش تجاوبني كنقول مال دنيا مالها مالها صح حتى هي عندها ظروف. شكون الصراحه حتى جيتها الصراحه قلت لها انت غنعاود لك فاطمه عشان بغيت نجاوبك. ما بغيتش نجاوبك كنشوف مرتك ولكن راه ما درتي انت والو. انا صافي والله الا فرحت فيها ملي دارت 100 كا حتى هي ان شاء الله يا ربي تسال عليها حتى شجعوها والله الا ظريفه وحق الله العظيم. نهاري ان شاء الله تحل المشاكل هكا ان شاء الله. اذا باقي ما رحتش بقيت هنا غادي ندير هكا ماشي حفله في حفله ديال 100 انا وبنتي وشي صحاباتي وغتكون ان شاء الله غادي ان شاء الله ضروري غاتجي ان شاء الله. بارك الله فيك اختي طول عمرك لا لا تسالك عليا فين البنات هكا ان شاء الله باغا نعمر اتاي. درت الماء كيطيب دابا هنا ان شاء الله غادي نستف الكويسات بغيت نزيفهم بحال هكا نزيفهم بحال هكا بديك السربيته ونحط هكا الكويسات في الصينيه. الله يا البنات دازت واحد النهار زوين مع فاطمه عرفتي من عاود فيكم ضحوك حتى هي كثار مني في الضحك حتى هي والنشاط وهذا. المهم تلاقيت انا وياها تلاقينا بجوج فين ما كنمشي انا كنوض انا حتى واخا كيمشي انا عرفت مراتي مش خصات قالت مراتي مش خصات عندها التاويل دارت المعنفه سميتها انا عندي بحال هاد السكان شوف بغيتي كتشكرني قالت كنت ولا ما عرفتي على النقايه كثير غنسيق راسي شوف شوف انا رديتها هكا زعما بانها سكينه كتبقى تشكرني ديما والله العظيم راه بزاف قالت شكون شكر شكون شكر العروسه مها صاحبتي دابا حيت انت صاحبتي غتشكريني انا ما كنكذبش انا كنلف انا اللي كنقولها سواء عجبك
باقي ما درتي هذا. ما كنتش دايره ها. وكي جاك زوين زعما والله الا نافعك واحد قال قالت لي فاطمه بزاف د الحوايج ما كانوش من جد دابا لقيتك درتيهم بحال هاد لابابو بحال ها شحال حاجه تبدلات فيك صراحه. كتشكرينا فاطمه ياك اختي نقيه ولا ماشي نقيه واخا شوف ولكن الهواء كيضوق. اه مسكينه مع الهواء مع هذا الماكينه بصحه. اه نغطي لك فاطمه نسترك اختي نسترك اختي صحيبتي قالت لي الماكينه هي ما كانتش عندك كانت عندي ديك الاولى كانت عندي ديك العاديه الثلاجه كان الفرن وكان الطبله هذه كانت يا ربي ان شاء الله دعي معايا اختي شي معجزه دعي معايا فاطمه ها انت شوفي دعي معايا ومع المتتبعين يا ربي حتى المتتبعين ديال الدنيا الله يسهل عليكم كل واحد الله يسهل عليه يا ربي اختي يا ربي اللي عندهم وليداتهم الله يخليهم يا ربي اختي يا ربي وحتى انت الله يرزقك ودعي دعي راسك دعوت المغارب راه مستجابه. عرفتي انا كنحمد شي حاجه سبحان الله. عرفتي البارح حمد دار خالي واحد المراه من عائلتنا واش جات عندنا قسما بالله الا حليت ليها دق سمعت الدقان خليت ليها الباب قلت لها سقط كان عندنا قسما. وخباركم البنات قالت لي نهار اللي غيوقع لي هذا الشيء قالت لك حلمت به وانت كنترعد قالت لك. والله العظيم حق الله انا الحلم ديالي راه كي حيت قلبك بيض فاطمه حيت قلبك بيض حيت انا قلبي بيض يكون شوفوا يكون هذاك باش غلبت هذا الراجل انا غلبته بالنيه ديالي الحمد لله دائما يكون القلب بيض ما تخافي من حتى حاجه نكملوا ان شاء الله البنات الكوتي ديالنا ياك فاطمه نوضي دابا انت غتشقاي غادي ندوز عليك الدكاك ها كنضحك ها كنضحك قول لي الدنيا نقيه اش غتلقى اش غندير اختي راه كلشي دايره تاويل عندك اختي راه داكشي نتاوي الله يكبر بك فاطمه غنتيق راسي يا صاحبتي والله العظيم والله ان شاء الله تجي عندي الدار مرحبا والله حتى غنجي عندك حبيبتي انت ظريفه بزاف والله وهانتوما لبس معنا ما تمشيو فين والله العظيم وطاحتي حتى هي قالت لك جي عندي لا ظريفه مسكينه اختي هضرت معايا اختها دابا البنات ما نعاودش لكم ظريفه الله يكبر بك حبيبه هانتوما معايا ان شاء الله البنات بنات شوفوا مع فاطمه جات عندي قلت لها بغيت ندير كل عود وخاصني داك الفاخر بغيت اختي حتى هو ما تجي عندي راه عام ونص عام ونص يا عباد الله ما جاتش لعندي وي عام ونص والله الا عام ونص وحقت الدنيا كيما هي ملي دخلت عندك قلت لك الدنيا كيما هي هي الدار كيما هي هانتوما البنات قلت لها انت بدا تصبروا الحليب ما كاينينش ما جاتش لي كل شيء شهر تخرج ما نعاودش لك قلت لي في هذا الوقت هذا اختي اهم حاجه الريحه الريحه فاطمه الله يعطيك الحنه انا الريحه في الجنه الحنه يا ربي يا اختي يا ربي شوفي شوفي على اني عفويه بحالي والله الله يعطيك الحنه اختي يا ربي بارك الله فيك الريحه تكون لك فال خير والله والله الا الله ديال العود اختي ماشي العود لا ديال الحامض ولا ما عرفتش والله يعطيك الريحه ديال صاحبتي باش عرفت راسك عزيزه ماشي في اي واحد كان ريحه وفرش لك الورد مسكينه فاطمه ظريفه ظريفه راه تعجبني حيت ظريفه يا اختي الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير مسكينه حتى هي المهم البنات هانتوما معايا ان شاء الله في هذا الفيديو درت دابا الماكيطه باش سمعوا سمعوا لا ما تدعي راسك ما تدعي راسك صاحبتي ويلي حنا راه ما بيناتنا سمعوا البنات سمعوا البريق كيقول لك الحقوني انني وغنمشي دابا ان شاء الله نعمر اتاي سمعي سمعي كيف كيدير لي انا غير كيدير لي براد كيبقى حتى واحد الصوت عاجب ما قراش ها انت سمعي هو براد ولا دايره براد دايره مقراش دايره وما تعرفي الله يكرم الله يكرم البنات بعد ما طاب الماء بحال هكا عمرت اتاي الصراحه المسألة البراد كيدير لي واحد الصوت في شكل والله العظيم ماشي كيدير لي واحد الصوت في شكل عرفتي كيعلمني كيكون تشكي بحال هكا ولا شي حاجه كيبقى يدير طق 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 عرفتي ما نعاودش لكم كنوض كنجري البنات انا حطيت لي قسم الله عمرت بحال هكا براد ديال اتاي مشيت بتشبت الحلوه حشومه البنات عرفتي عام ونص ما جات لعندي وصراحة البنات الله يهدي ما خلق ماشي البنات كنا مخاصمين ولا شي حاجه لا ولكن صافي ساعات ولا البنات كيوقعوا شي ظروف وداك الشيء صافي اختكم دنيا جبت راسي واحد الايام صافي البنات قطعت معاكم شي لان وقعوا لي مشاكل كبار ماشي كلشي كنعاود لكم والله يا البنات كنت كنعاود لكم كلشي كنت كنعاود لكم الحقيقه وبزاف ديال الحوايج كره ما عرفت فين نوصل والله البنات الا واخا هكا والله ما كنعاودش ليكم داكشي بالضبط داكشي كنخلي الله هو اللي ياخذ حق اي واحد هذا ما كان من البس كما ان شاء الله غنحط هكا شويه الحلوه وغادي نحط الكوفيتيه شويه ديال الزبده شويه المهم اللي قسم الله غادي نحطو بحال هكا الصراحه راه جات عندي بعد ديك الجوج ديال النهار جات عندي فاطمه
قالت لك بغيت دنيا نجي. قلت لها مرحبا الف مرحبا. قلت لها اختي انا قلت لها راه ماشي ما بغيتكش تجي عندي. قلت لها غير الظروف هما اللي كانوا حكموا عليا انني صافي ما بقيتش كنجاوب حتى واحد وما بقيتش كنهضر. كنت مرضت البنات واحد كيما قلت لكم البنات بحال كان جاني واحد الاكتئاب والله عرفتي راه ما نعاودش لكم بحال واحد الاكتئاب حاد عرفتي ما بقيتش كنهضر ما بقيتش تخيل البنات كنكون غاده في الطريق حتى ديك السلام نقولها للانسان ما بقيتش كنقدر نقولها لان البنات فواحد الوقت صافي بحال بديت كنفقد ثقتي في الناس ولاو الناس كيجوني كلهم بحال بحال كلهم خايبين كلهم كيخططوا لي باش يديروا لي شي حاجه اللي هي خايبه. ولكن البنات بالعكس ملي تعرفت بحالكم على اخوات اللي لحد الان باقي كتواصل معاهم في الواتساب اللي ما عندهم لا قنوات لا والو بزاف البنات صراحه غادي ما نقدرش نقول الاسماء كلهم لان الا قلت شي سميه اكيد غتقلق وحده لان عندي بزاف ديال الاخوات اللي هما كيسولوا لي في الصباح لا غبرت غير يومين الا ما حطيتش فيديو كيقولوني فين غبرتي وقع لك شي حاجه بويا كيتخلعوا عليا ضروري هكما ما خصنيش نقول الاسماء حيت حشومه تقولي سميت وحده وحده تقلق. فهما بزاف الاخوات كيسولوا فيا كيطمنوا عليا واقفين في جنبي بالتعاليق ديالهم باللايك ديالهم زعما ديما ديما زعما عمرهم ما تخلوا عليا. دابا راه عامل وانا في اليوتيوب عمرهم ما تخلوا عليا. صافي البنات انا مشات فاطمه بحالها خرجت الصراحه قلت لها بركي تباتي بركي هذا قالت لك لا اختي نمشي بحالي قالت لك ما بغيتش قالت لك مخليه خالتي وعمتي في الدار وداك الشيء. صافي البنات هنا انتظرت بواحد الغسل هذا لا بابو كان حالته الصراحه غسلت المعنى ديال الكوتي عرفتي البنات تخيلوا جات واحد الشميشه تقولوا يلاه الصباح غيبدا. صافي البنات حكيت الدنيا مزيان حيدت عليا اللي غتحيد باش هكا يبقى لي غير العشاء ان شاء الله حتى يقدر كاع المغرب وداك الشيء ونطيب العشاء. صافي هذا ما كان. وبغيت نقول لكم البنات اللي كتقول لي دنيا ديك البلاصه راه مخزه صبغيها ولا دير لها شي حاجه راه كتبان معفونه هذا البنات راكم عارفين الحمد لله ماشي غنشكر لكم راسي ماشي معفونه وقدر نقول لكم نقدر نقول لكم انا كنستعمل جافيل بزاف حتى يديا ما نعاودش ليكم كيولاو في السن ديال 23 سنه ويديا راه ولاو غلاض وحرشين وهذا غير حيت كنستعمل جافيل بزاف هذاك الشيء علاش والله البنات الا كنقيها وراه كنا صبغناها راه شي شحال الفلوس كنا ضيعنا باش صبغناه وهذا. ولكن البنات راه هي بحال هكا هي كتعاود تخزز ديك البلاصه مخزه. انا غنوريكم غيبان لكم الربيع نايض الربيع كينوض حيت سميتو حيت البلاصه اللي كيكون فيها الماء بزاف راه واخا تعيا ما تقابليها. قلت لي دوني شري داك الكاغط لصقيه تما راكم عارفين البنات واش انا يلاه بدا نزيد نخسر وبدا نشري وبدا نلصق راكم عارفين اللي كاين. انا ماشي كنتشكى عليكم لا داكشي غنخسر البنات نزيدو نجمعو ما عرفتوش واش كاين من القدام ما عرفناش غيخرج حنا راه في الدنيا ما نعرفو اش كاين كيفاش بقى نخسر ثاني شري 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 لا هذا ما كان. هي فعلا الا كانت شويه الصباغه عندي ولا هذا نصبه ولا شويه الجيان نديرو شي حاجه رخيصه بحال هكا شي حاجه هكا اللي غادي تجيني اقتصاديه. ها نتوما شفتوها هو انا دابا راه عرفت بغيت نوريه لكم تشوفوا كيفاش كيدير. ها نتوما ملي كنحط يدي كنجبد شوفوا واش كنجبد. ها نتوما شفتوا داك الشيء راه والو الصباغه تما ما كتبقاش عرفتي واخا ديري الصباغه الغاليه ما كتبقاش لان دوك التيوات اصلا راه قدام وكيتلقوا الصدى. وها نتوما شوفوا انا كنوريكم لان بزاف ديما كنلقى التعاليق ديال دنيا ديك البلاصه موسخه معفونه. لا راه ماشي البنات انا معفونه ماشي كنشكر لكم راسي ولكن راه كما قلت لكم جافير راه كل نهار كنكب جافير هذاك الحيط نحكو كيتحيد كنتفوت واحد 3 السوايع بعد السوايع كيرجع داك الشيء كحل كما هو. فداك الشيء البنات راه من الداخل يقدر يكون شي فويت كاين لداخل شي حاجه. المهم هي المسبب هذا الشيء كامل حيت ان فوا كيجي البنات غالي الماء كيجي ديك 40000 60000 ريال هكا راه اذا كاين فويت راه ماشي طبيعي. هادشي علاش كتشوفوا الحيط كيتخزز وكيتقشر. فهذا فقط البنات كنشرح لكم حيت كاين مساكن اللي ما كيعرفوش وكيبقى دائما يقولوا لي هاد الاسئله في التعاليق. ها علاش البنات هانتوما شوفوا 16 كيبقى يقطر. المهم قبلوا على هضرتي كيما قلت قولوا مرحبا. صافي هادشي اللي بغيت نوريكم البنات. المهم غير بحب باش مره اخرى الا بغات وحده تسول تشوف هاد الفيديو هذا غتعرف اش نقصت ليها. صافي البنات هنا ملي مشات فاطمه حتى الليل طيبت بحال هكا العشاء غتسمعوا صوت البنات كيتعاود راه حيت كنبقى نمونطي في واحد البيت خاوي كيبقى يتعاود الصوت ديالي. قلت لكم صافي انا طيبت هكا العشاء درت غير شويه ديال الدجاج بشويه البصله ودرت الكروجيت عرفتي البنات شنقول لكم المتتبعات ديالي كيبقى يقول لي دنيا قولي الكروجيت نقول الكروجيت قولي الكروجيت عرفتي كيفاش عرفت شنو خصني نقول لهم حرك الصراحه حركي خايف هانت البنات تقدم مني وخلي نقول لي خايف 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 خاي
انا بدرت الوضوء ندخل الكروج ما عرفتش كيفاش كتنطق ما سديوش عليا الكروج جاي بحال هكا صافي درتها البس درت شويه الطاطا وهذا ما كان رجع شي بركه المهم كنت غير باش نتعشاو بحال هكا لانني المهم هذا ما كان باش ليا محروق باش ندير شي حاجه هكا باش نتعشاو ولا شي حاجه باش تبيني في الكاميرا ما غاديش نكتب معكم فيديو لان غيجي طويل بزاف حتى غدا ان شاء الله وغتعرفوا شنو غادي ندير في الفيديو بيضه بيضه جات ليا فاطمه واحد الكادو عاوتاني جبت لي واحد المرتبعه حتى هي مساكن كلهم كيباركوا لي 100000 باقي لحد 1000 كيباركوا لي عرفتي واخا داكشي جا متفرق قلت ان شاء الله ما غاديش نوريكم كيتجمعوا لي بحال هكا حيت ملي كنوري كل واحد وحده كندوخكم بعدا كيتجمعوكم ونوريهم لكم فيديو ان شاء الله غدا ولا بعد غدا المهم ما غاديش نوعدكم ما عرفتش امتى بالضبط وغنشارك معكم هذوك الكادوات كاملين ان شاء الله وانا عارفاكم عجبوكم حيت الفيديوهات كيعجبوكم حيت انا كيعجبوني كنتفرج فيهم عند البنات في البرزات وداكشي ضروري كنتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر كنتمنى ان شاء الله داك الفيديو اللي ما يعجبكم ما تنسونيش من لايكات ديالكم لي كومونتير وبارطاجيو القناه تفضلوا لي امرا وتخليو لي في التعليقات كيما زوينين كيما مولفات كنتفرجوا ديما انكم كتشجعوني وديما وقتكم تكتفي الحمد لله اللي خطيكم عليا وبإذن الله سبحانه وتعالى وإلا بغى الله أكيد غادي نوصل داك الشيء اللي كنتمنى داك الشيء اللي كنحلم به فأكيد اللي كنبغيش ندير تشجيع ديالكم أكيد أكيد لو كنتو معايا غنوصل كاع داك الشيء اللي أنا كنتمنى إن شاء الله نحققو وغادي نقول لكم البنات أش غنقول لكم قلت شي حاجة بغيت نقولها لكم ونسيت شي حاجة كنت موعدة راسي غنقولها لكم ملي غندير صور في الفيديو الله البنات ما عقلت شي حاجة المهم نسيت البنات ما نشوف ما هدوش عليا كنسات الفيديو شي ان شاء الله ما تفكرش نقولها لكم انا صافي غير باش فيديو الربيع درت العطريه درت كلشي واحد تفكرت القهوه اللي في دنيا راه القهوه راه كدار في الثلاجه راه عرفت علاش كدار في الثلاجه حيت دابا واحد التعليق وحنا قالت لي وحده واش انت مصدي كدير القهوه في الثلاجه ما كديرش القهوه في الثلاجه ولكن البنات انا كنديرها في الثلاجه من زمان كندير القهوه قهوه كنديرها في الثلاجه باش ما تخسرش ليا وصافي وخا تكون ديك المتبعه تقول لي شي حاجه المهم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله صافي وقفي